هتخش في ايتريشن كمان هتلاقي ان السوليوشن برضو او الكوليسترين بتاعك بزيرو، يبقى دي الديجنرسي. طيب نيجي على المالتي اوبتيمال سوليوشن. مالتي اوبتيمال سوليوشن بقى يا شباب بتجيلك من ان عدد الاصفار اللي في الزد رو اكبر من عدد البيزكس فاريبلز اللي موجودين عندك في المساله. بصوا خلينا من دي اوضح، عندك هنا كم صفر؟ 1 2 3. عندك كم بيزك سوليوشن؟ 1 2 3. المساله دي مظبوطه، هو اوبتيمال سوليوشن 1. انما لو الفاليو دي طلعت بصفر، يبقى انا كده عندي كام صفر؟ 1 2 3 4. وعندك كام بيزك فاريبل؟ 1 2 3. يبقى المساله دي على طول ايه؟ مالتي اوبتيمال سوليوشن. تقف، خلصت ماشي. دي المالتي اوبتيمال سوليوشن. طيب اخر واحده، لو امتى المساله بتاعتي تبقى انباوندد؟ مساله انباوندد يعني انت اخترت مين البيفوت كولوم، يعني الاكس 2 هتخش في الايتريشن الجايه مكان واحده، فبتيجي تقسم الرايت هاند سايد او السوليوشن عليها، كل القسمه يا بتقسم على نيجاتيف او زيرو، يبقى مش هينفع. احنا قايلين من الاول ولا ينفع نقسم على زيرو ولا على نيجاتيف، ما دام كلهم نيجاتيف وزيرو يبقى المساله انباوند، خلصت تقف. يبقى كده السبيشال كيسز خلصت، وكده السمبلكس خلصت. مساله ماكس نحلها سمبلكس عادي، مساله مينيمايزيشن ومعاها اقل من وايكوال واكبر من، يبقى هندخل الجزء بتاع البيج ام ونعمل تريتمنت او نعالج الديفو اللي ما كان موجود في السمبلكس، ونكمل المساله بتاعتي. ولو ظهرت لي بقى سبيشال كيس من الفور كيسز اللي عندي، يبقى دي ايه؟ حاجه ثانيه. احنا كده خلصنا شابتر 2، نتقابل ان شاء الله باذن الله في المحاضره. شكرا يا شباب.